عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح. 24 ساعة ليل دي أو غموعك، يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا في كل مكان، يا رب دايما يومكم سعيد وكله راحة وبهجة. النهاردة هنعرف ايه حكاية أغرب طريق في العالم، ليه الناس قالت انه أغرب طريق، وكمان هنعرف سبب غريب اتقفل علشانه حمام سباحة في ولاية أمريكية، وهنشوف موضة جديدة غريبة ليها علاقة بالحيوانات. كل ده هنعرفه في أخبارنا النهاردة. والنهاردة عندنا موضوع كده أكتر عن الفنانين اللي بيعملوا لوكات غريبة واللي دايماً بيثيروا الجدل مع أي لوك بيظهروا بيه، وضيوفنا بقى النهاردة مميزين كالعادة. هتكون منورانا الفيديوغرافر البلوجر الشاطرة جداً في مجال التصوير وهي سلمى الشافعي، وضيفتنا التانية عملت فكرة عبقرية وغريبة بس لذيذة وهي منى زهيري، قررت إن هي تدبلج الأعمال والمسرحيات المصرية للغة الألمانية. هنعرف إيه اللي خلاها تعمل كده، كل ده في حلقة إن شاء الله. بس قبل أي حاجة تعالوا أقول لكم على موضوع كده بسيط، مش عيب ولا غلط ولا أنانية إن إحنا نحب نفسنا، نخلي بالنا من نفسنا، نركز كده إننا ببساطة كده نعرف نبسط نفسنا إزاي. كل واحد فينا محتاج يركز يعرف ياخد باله من نفسه إزاي. أول خطوات إنك تاخد بالك من نفسك تاخد بالك من صحتك، تاكل صح، تخلي بالك من كل التفاصيل اللي تخص صحتك الجسدية، وكمان والأهم صحتك النفسية، تخليها رقم واحد في اهتماماتك علشان نفسيتك، ولو هي مرتاحة كمان جسمك هيكون مرتاح وهتعرف تعمل كل حاجة صح. اتعلم كمان إنك تقول كلمة لأ، مش علشان انت مش عاوز تعمل حاجة وخايف او مكسوف من الناس اللي حواليك تيجي على نفسك، وفي نفس الوقت كمان تبقى ضاغط نفسك وتقول اه لحاجات انت مش عارف ان هي هتبسطك ولا لا. اتعلم تقول اه بس للحاجة اللي هتبسطك ولا للحاجة اللي انت مش مرتاح لها. حب نفسك لان حبك لنفسك مش انانية. خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا ونكمل اخبارنا. استنونا. حلقتنا النهاردة فيها أخبار غريبة شوية. خلينا أكلمكم عن أول خبر غريب من فرنسا وهي حكاية أغرب طريق في العالم. الطريق ده بيظهر مرتين في اليوم ويختفي تاني تحت المية. طريق طوله 4.5 كيلومتر، بيربط ما بين جزيرة في منطقة برية في فرنسا وإقليم تاني. الطريق ده يعد من أخطر وأجمل وأغرب الطرق في العالم، بيشتهر بظاهرة طبيعية غريبة شوية إنه بيختفي تحت المية مرتين في اليوم بسبب المد والجزر. طبعاً إحنا عارفين الظاهرة دي لما البحر يعمل مد فبيكون فيه مية كتير أو زيادة. طيب الطريق ده بيختفي فعلاً في فرنسا، بيختفي تماماً ويرجع تاني يظهر مرتين في اليوم، وطبعاً مئات من السياح بيزوروا الطريق ده بشكل يومي علشان يتصوروا معاه ويشوفوه ويشوفوا الحالة الغريبة اللي بتحصل أو الظاهرة الطبيعية الغريبة اللي بتحصل، إن الطريق بيختفي اللي فعلاً على عمق 13 قدم مرتين يومياً وبيصبح غير مرئي تماماً. وطبعاً الناس بتفضل عالقين طول الوقت ده لحد ما يرجع يظهر الطريق تاني. طيب السلطات الفرنسية أول مرة اكتشفت موضوع الطريق ده أو المعبر ده كان في 1701، وكان دي للمرة الأولى إن هم بيشوفوا الطريق ده بيظهر على الخريطة، بس ما كانش في وقتها أي عربيات بتعرف تعدي من على الطريق ده. لكن 1840 بدأت العربيات وتحديدا كمان عربيات الأحصنة إن هي تعبر من على الطريق ده، ولحد دلوقتي السلطات حاطة لوحات خاصة بتقول إن الطريق ده من أخطر الطرق ولازم إن ياخد باله أي حد قائد لأي سيارة على الطريق ده من كتر خطرته. نروح لتاني خبر معانا وهو إغلاق مسبح شهير في أمريكا بسبب إزازة صلصة صغيرة.
في الواقع هي حاجة غريبة من نوعها. واحد من الموجودين في حمام السباحة ده كسر إزازة من الصلصة الحارة أو الهوت كاتشب زي ما بيقولوا في مسبح شعبي شهير في مدينة أمريكية، وده خلى المسبح يحصل له حالة إغلاق. ليه؟ لأن هو الزجاج اتكسر والصلصة دي انتشرت في المسبح كله. طيب تنظيف المسبح ده تكلفته 20,000 دولار، وده زي ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية، وقالوا إن هم هيقفلوا المجمع الترفيهي ده علشان ينظفوه من شظايا الزجاج اللي كانت موجودة جوه حمام السباحة. وطبعا فرضوا المبلغ المالي ده على الشخص اللي كسر الزجاجة دي جوه حمام السباحة. الخبر الثالث معايا النهاردة هواية غريبة من هوايات العالم الغربي الجديد بتظهر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً في التيك توك. سيدة ألمانية بتمارس هواية تلوين الكلاب بقالها فترة، وبتفضل تلون كلابها بعدد كبير من الألوان المختلفة والألوان الزاهية. كمان حول راجل أمريكي كلبه لشخصيات من الشخصيات الافتراضية في الأفلام المفضلة زي يعني سوبرمان وغيره، عن طريق إن هو لونهم بألوان نفس أنماط وأشكال الشخصيات اللي بيحبها في الأفلام دي. ولما الناس دي ظهرت بالفيديوهات بتاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بقى يجي لهم طلبات من ناس تانية ان هم كمان عايزين يلونوا الكلاب بتاعتهم. ومن فترة كمان زاد المؤثرين على التوعية بمخاطر التلوين دي على الحيوانات، يعني الألوان شكلها حلو والصبغات شكلها ملفت للنظر، بس كمان لازم ناخد بالنا من صحة الحيوانات دي، لأن أثناء عملية التلوين بيحصل للكلاب إن هي بتستنشق روائح الألوان دي، فبيحصل لها حالات من الإصابة الشديدة، ممكن يحصل لهم مثلاً أقل لها البرد في فترة الشتاء، وكمان بتوصل إن هم يصابوا بأمراض تانية غير كده من الألوان. ففي نشطاء كتير في مجالات حقوق الحيوان قالوا إن المواد الكيماوية دي اللي بتدخل في صناعة الصبغات والمستخدمة في التلوين ضارة جدا وسامة على الكلاب، وياريت إن هم يمنعوا الظاهرة دي لأن هي واحدة من مظاهر العنف ضد الحيوانات. بكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. نروح الفصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. لسه مكملين حلقتنا، ولأن أكتر الحاجات اللي الشباب دايماً بيتابعوها وبيحبوا يشوفوها هي لبس وشكل نجوم الفن والمشاهير، وبيحبوا يعملوا زيهم سواء لبس أو قصة شعر أو حاجات تانية كتير. بس في فنانين في الفترة الأخيرة بقوا يثيروا الجدل شوية باللوكات اللي بيعملوها، يمكن عشان بيكون اللوكات دي غريبة أو الناس مش متعودة على الفنان بالشكل ده، شكله مختلف فعلاً. هنبتدي بالفنان عمرو دياب. في الفترة الأخيرة بدأ أنه يغير لوكات كتير بشكل متكرر. احنا طبعا متعودين على الفنان عمرو دياب أنه أي حاجة بيعملها الهضبة لازم تطلع موضة، ده حتى من أيام بولوفر تملي معاك. اللوك الأخير بقى اللي ظهر بيه عمرو دياب في حفلته في السعودية عمل جدل كبير على السوشيال ميديا. في ناس حبت اللوك وقالت أنه هو جديد ومختلف، وفي ناس تانية قالت أنه هو مش لايق عليه خالص ولا مناسب ليه. عمرو دياب ظهر بشعر أصفر وشنب رفيع لونه اسود، وكان لابس مجموعه اكسسوارات في ايده، وكمان التاتو اللي احنا متعودين عليه اللي كان على دراعه. كمان من الفنانين والنجوم اللي كل شويه يعمل قلق بستايلاته الغريبه هو الفنان احمد سعد، اللي ظهر اكتر من مره سواء في حفلات او كليبات بستايلات غريبه جدا خلت الجمهور يتصدم او يتفاجئ. بس من كتر ما احمد سعد بقى بيعمل لوكات غريبه وستايلات غريبه، الجمهور اتعود عليه وبقى عارف ان الستايل الغريب ده جزء من شخصيه احمد سعد. يمكن من حوالي سنة ظهر أحمد سعد في حفلة في جدة بقميص أسود شفاف، وقتها الناس انتقدت اللوك جدا، وظهر بعدها أحمد سعد في أكتر من لقاء وهو بيقول يا جماعة دي مش بتاعتي، دي شغلانة الستايلست، أنا ما كنتش أقصد أن أنا أضايق حد بلبسي في الفترة دي. وكمان ظهر أحمد سعد بقى مؤخرا
على يخت وهو متصور لابس في رجله خلخال في رحلة ليه، وبرضه طبعا كالعادة أثار الجدل الكبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس كمان استغربت من الصورة. بس أحمد سعد استغرب من الانتقادات دي وقال إنه الخلخال ده مصنوع بس للرجالة، وبطريقة يعني كوميدية كده قال للناس أنا يعني عندي سوابق في حوار الترند ده، فالمرة الجاية هلبس لكم شراشيب. تامر حسني بقى مش من النجوم اللي بتثير الجدل خالص في لبس او لوك غريب، بس من فترة ظهر تامر حسني وهو حالق شعره خالص لدرجة ان في ناس معرفتش ان ده تامر حسني، يمكن لان اللوك عمر ما تامر ظهر بيه قبل كده، ونشر تامر اكتر من صورة وفيديو باللوك ده والناس اتفاعلت معاه بشكل كبير. لوك تامر كان عاجبهم جدا بس كانوا مستغربين شوية ومش عارفين هو تامر عمل اللوك ده علشان بس التصوير ولا دور جديد ولا تغيير مش اكتر. ودلوقتي بقى خلينا نروح نشوف فيديو نشر الفنان تامر حسني على حسابه الخاص على انستجرام، يلا بينا. معانا دلوقتي ابو طالب الراعي الرسمي لرابطه محب القرع، ويا ريت اللي عايز ينضم معانا يعني. خلينا بقى نسيب اللوكات والشعر وتفاصيل النجوم ونروح بقى لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نستقبل ضيوفنا. استنونا. ضيفتنا اللي منورانا دلوقتي في استوديو عيش سعيد هي بتشتغل حاجة بره الصندوق، هي بتشتغل ان هي بتوثق كل اللحظات السعيدة في أي مناسبة، وفي يعني كمان أفراح مناسبات إيفانس كبيرة، وبتعمل فيديوهات حلوة قوي. شغلانتها فعلا بره الصندوق ومختلفة وممتعة، وزي ما بيقولوا هو حاجة على قد ما هي سهلة على قد ما هي برضو فيها شوية صعوبة وفيها شوية استمتاع. ضيفتنا المنورانا دلوقتي هي سلمى الشافعي. اخبارك ايه يا سلمى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كله حلو. التصوير بدا معاكي من امتى وحسيتي انك بتحبي الموضوع ده من امتى؟ هو انا بحب التصوير والدوكيومنتنج من زمان جدا جدا، من وانا لسه صغيره، اول ما كان لسه معانا البلاك بيري والحاجات دي واحنا صغيرين. وبعدين ابتدى يطلع شويه ابلكيشنز كده اللي هو بنشير عليها الديلي لايف بتاعتنا عامله ازاي، فلقيت نفسي ان انا بدوكيومنت كل حاجه. اول ابلكيشن كانت ايه؟ فيسبوك كان مثلا؟ لا كان سناب شات. كان ايام الجامعه ده. وبعد كده لقيت ان انا عندي دوكيومنتس كتير لاصحابي، كلها حاجات ميموريز حلوه، فابتديت شويه شويه لما كبرنا وبقى اللي حوالينا بيتخطبوا وبيتجوزوا، فبروح عادي جدا وبصور بكل حب عشان المناسبه فعلا حلوه، انا فرحانه للكابل اللي موجودين، وبنزل ستوريز عادي جدا على الابلكيشنز او الاكونتس بتاعتي البيرسونال، مش على اي بزنس اكونت ولا اي حاجه، فبلاقي فيدباك انه ايه ده انتي احلى واحده مصورنا في الفرح، يعني بعت لنا كل الحاجات دي دلوقتي حالا. كان وقتها ظهر الميديا كفرج فور ذا ويدنجز، فحسيت انه واي نوت ان انا كمان اخد نفس الستيب. قعدت شويه كده وبعدين ابتدت بقى من 2021 اكتر ان هو يبقى ده خلاص حياتي كلها، بقت في الحاجه اللي انا بحبها اللي هو التصوير والدوكيومنتنج. انتي درستي ايه؟ انا متخرجه من ماس كوميونيكيشن سي اي سي، الميجر بتاعتي كانت بي ار اند ادفرتايزنج دعايه واعلان. متخرجة من 2020، فمن أول أصلا ما دخلت الجامعة وكان اختياري ليها بسبب حب التصوير والحاجات اللي ورا الكاميرا والحاجات دي كلها. طب حاسة قد إيه الدراسة فادتك في إن أنت تعملي الحاجة اللي أنت بتحبيها؟ لا فادتني كتير قوي قوي، يعني من ناحية إن هي خلت شخصيتي أحسن في إن أنا أعمل علاقات، من ناحية الماركتينج فيلد ان انا درست ودرست كل التفاصيل فيه، والديجيتال ميديا وقت ما انا كنت في الجامعة في 2016 كانت لسه الديجيتال ميديا ابتدت فعلا تبقى هي مسيطرة في حاجات كتيرة قوي في شغل كتير قوي، فلا دراستي فادتني كتير جدا جدا. يعني عيلتك في البداية كانوا متفاهمين انت عايز تعملي ايه وتشتغلي ايه؟ اطلاقا. طب فاهمين ازاي اصلا ان واحدة هتروح تصور فرح بموبايل؟ يعني هو بالنسبه لهم الفرح ده حدث كبير او ايفنت، فده حاجه كبيره قوي، فانت ازاي رايحه تصوريها بحته التليفون؟ ففضلت كده شويه، اول ما ابتديت البروجكت شهر 10 نزلت صورت، لقيتهم بيبصوا على الماتيريال والحاجه اللي معايا ومبسوطين. كان ساعتها معايا حتى تليفون قديم، مش حاجه بروفيشنال قوي ان انا اقدر اخد بيها ستاب زي دي. بعد كده لما لقوا ان لا ايه ده في ناس بتطلبني، ده في ناس عجبها الفكره، فابتدوا بقى التيرنينج بوينت حصلت هنا، لا جابوا لي تليفون جديد
بقوا يسبورت مي في كل حاجه. عندي مثلا فرح كبير ومتوتره او حاجه الاقيهم واقفين لي تحت الاوتيل، احنا معاكي لو احتجتي اي حاجه انزل لنا او نطلع لك، يعني ما تتضايقيش احنا موجودين. فكانوا في الاول كان الموضوع لا. طب البوينت اللي حصل فيها اللقطه دي ان هم شافوا ان انت لا فعلا بتعملي حاجه حلوه، ده كان ايفنت حد من قرايبكم او صحابكم؟ خالص خالص، انا كل الحاجات دي انا يعني اللي دخلت فيها يعني اللي اقتنعوا بيها وقالوا لا دي فعلا كده شاطره ومحتاجه دعم. لما الفيدباك من الفوتوغرافرز والناس اللي في الفيد ان انا بقى ليا كونكشنز معاهم، فابتدوا يتفرجوا على الحاجه اللي انا بعملها، ابتدوا يرشحوني لقرايبي اللي هو على فكره لو عايزين حاجه في الافراح فسلمى معاكم. فابتدوا قرايبي يكلموني فلقوا ان ايه ده، اه فعلا ده انت يعني عندك كذا حاجه تقدري تفيدينا بيها وحته التصوير شاطره فيها جدا، فابتديت ان انا يعني يقتنعوا اكتر من هنا. مين اكتر حد دعمك؟ لا هم كتير قوي، مش عايزه منشنز بالاسم، بس هو اكتر يعني طبعا بابا وماما واخويا وسايد كمان ليا ماي كازن ساره، هي كانت اكتر حد سبورتنج جدا 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 ان انا اخد خطوه ان انا افتح البروجكت ده، لان هي كمان عندها نفس الانترست زيي بس في العادي يعني الحاجات اللي هي الفاميلي، لكن كشغل وافراح وكده لا كانت انا، فكانت هي اكتر حد برده من الناس اللي مشجعيني، واهلي كده كده في اي حاجه انا بحبها نمبر 1. طيب عايزه اعرف الافراح طبعا اللي انت رحتيها من فتره كمان كان فيها افراح لكتير من النجوم، صح؟ عايزه اعرف بقى كان اول ما جالك اول فرح لحد من النجوم المشاهير اكيد كان في توتر مختلف جدا، اكيد كنت حاسه بقى ايه ده، طب ما هو اكيد هم يعرفوا ناس بروفيشنال بيعملوا صوره حلوه بيعملوا فيديو حلو، طب ليه اختاروني انا؟ فهنا بقى اكيد اتوترتي صح؟ جدا. احكي لي بقى على اول مره جات لك مكالمه لفرح حد من المشاهير وكان مين؟ في الاول خالص كانت بلوجر، وبعد كده كان اول حد بقى كارتست بجد كان مغني، كان حمزه الصغير. اوكي. انا اون ذا بيرسونال ليفل كحمزه كمغني ليه اغاني حلوه قوي وليه فكر حلو قوي فانا كنت بحبه، فما لقيتهم بيكلموني ان هو فرحه فحسيت انه ايه ده ازاي، طيب تمام يلا بينا، بقيت عايزه اجيب التيم كله معايا اللي هو الناس اللي بتصور الناس اللي بتأدت وكل حاجه عشان حاسه انه كان فرح كبير. فدي كانت اول مره. بعد كده بقى لا ابتدى حاجات كتير قوي، اخرهم كان مروان عطيه لعيب النادي الاهلي، كنا لسه مصورين فرحه. بقى خلاص بقى عادي انا نازله الفرح، انا عارفه انا نازله هعمل ايه، هصور منين، هاخد الماتيريال ازاي، هعمل لها اديت امتى، هنزلها امتى، بقت كل حاجه الحمد لله عارفين ان احنا نكفرت يعني. طب عايزه اعرف انت يعني المرحله اللي بعد كده، انت بقيتي دلوقتي واحده من اشهر ما شاء الله المصورين، وكمان اخترتي حته ان انت تعملي فيديو جراف مش تعملي فوتوغرافر عاديه، انت بتعملي الفيديو نفسه. طيب ليه اخترتي ده ما اخترتيش ان انت تبقي بتعملي توثقي اللحظات دي بصور مش بفيديو؟ ليه اخترتي الفيديو واول مره عملتي فيديو عملتيه ازاي؟ اخترنا الفيديو عشان الفيديو بيبقى فيه روح اكتر، بيبقى فيه ميموريز اكتر عن الصوره، الصوره خلاص صوره وثابته، بس الفيديو بيبقى فيه حاجات كتير فتقدر تخلي ان الشخص اللي بيتفرج عليه يعيش اللحظه معانا. فكان اختياري الاكتر الفيديوز، في صور اكيد بنصور صور بس الاساسي الفيديوز، لانه سواء فرح سواء ايفنت فبيبقى الموضوع متقسم في كاتيجوريز اللي هو الفوتوغرافي العادي والفيديوغرافي اللي هو بيبقى هايلايتد فيديو، واحنا اللي هو الجزء الثالث الكفرج اللي هو بيبقى عامل كفرنج لكل تفاصيل اليوم وكل حاجه بتتعرض بنفس المده بتاعتها، مش بنكت منها حاجه، هي كلها بنفس المده بتاعتها. فده كانت اللي مخليني متمسكه اكتر بان انا اصور فيديو. حسيتي ان هو ده مثلا ملخص اليوم انت اللي هتعرفي تعمليه؟ بالظبط كده بالظبط. اول مره صورت اول مره عملت اديت انا بتفرج عليهم دلوقتي وبعد اللي هو ازاي كنت فعلا سايبه نفسي ان انا اعمل الحاجات دي، دلوقتي كان في حاجات احسن. كانت اول مره كنت بقى مركزه قوي ان انا مش عايزه الغلطه تبان، وبفصل بترانزيشنز كتير ما بين كل شوت وشوت. دلوقتي بقيت لا انا عارفه ايه اللي المفروض يبان وايه اللي لا، ايه اللي المفروض يظهر كده زي ما هو، ايه المفروض. بما انك بقيتي عارفه التفاصيل بقالي 4 سنين فالحمد لله عرفت كل التفاصيل دي، بقيت خلاص يعني حافظه انا رايحه اعمل ايه خلاص. انت عارفه التفاصيل دي دلوقتي ما شاء الله عليكي. طيب بتحضري بقى ازاي؟ يعني انت بتحضري التفاصيل دي مع العروسه والعريس قبل طبعاً ما تروحي؟ طبعا لو في الافراح طبعا بيبقى في كول دايما مع العروسه، لانه الاغلب الشغل بتاعنا بتبقى العروسه هي اللي حاجزه مش العريس، فبيبقى في مكالمه مع العروسه او بيبقى في كونفرزيشن ما بيننا ان انت قولي لي حابه يومك يمشي ازاي، عندك ريفرنس لحاجه معينه عايزه ان احنا نعمل لك حاجه زيها بس بالفايب بتاعتك مش ان احنا بنقلد حد تاني.
حابه في تفصيله معينه مبينها، حابه تفصيله معينه لا تبقى ليكي انت برايفت، او حابه ان احنا اكسكلودد اصلا. فبيبقى دايما المكالمه ديت او البرين ستورمنج اللي بيحصل دوت ده بيفرق كتير قوي في الشغل، بيسهل علينا شوط كبير قوي وقت اليوم الايفنت نفسه يعني يوم الفرح نفسه. طب ايه اكتر تفصيله انت بتحبي تاخدي بالك منها في اليوم ده؟ يعني في ناس بتحب تركز مثلا على قبل الفرح اللي هو التحضيرات والعروسه وهي بتحط ميك اب مثلا، بتعمل حاجات قعدتها مع صحابها، بقى في دلوقتي موضات كتير البوكسز اللي بتبقى للبرايد ميدز، الحاجات دي كلها بيبقى فيه في الاوضه بتاعتها تفاصيل كتير قوي ممكن يطلع منها فيديو كويس. بتحبي تروحي للحته دي ولا بتحبي تكملي الايفنت نفسه من جوه فيه تفاصيل اكتر؟ هو كل اليوم فيه تفاصيل كتير كلها احلى من بعضها، يعني كل اليوم فعلا سواء الصبح لما مثلا هي بتبقى لسه بتعمل ميك اب، اول ما بتشوف الميك اب وتيجي مامتها او اخواتها او باباها يدخل، اللحظات دي كلها بتبقى مؤثره جدا. نيجي وقت الفيرست لوك مثلا مع العريس لو هم بقى قصه حب كمان، فبيبقى الموضوع يعني انا شخصيا ببقى واقفه بصور وانا مبسوطه جدا، ببقى حاسه ان انا اللي اكني انا اللي نجحت مش هم. ونيجي مثلا وقت الانترنس بتاعهم وباباها مدخلها او اخوها مدخلها، وقت الفيرست دانس، الحاجات دي كلها تفاصيلها حلوه، بحبهم كلهم. ساعات بيبقى في سربرايز مثلا معموله من صحاب العروسه او من صحاب العريس ليهم، فدي بتبقى لقطه رياكشن بتاعهم، ده بالنسبه لي لقطه حلوه جدا جدا جدا. فكل حاجه الصراحه يعني مش هقدر اقول لك انه لقطه بعينها هي دي اللي بحبها في اليوم، لا هي كل حاجه في اليوم ليها الفايب بتاعتها، ليها الروح بتاعتها اللي فعلا تخليني ابقى مبسوطه ان انا بوثقها سواء انا او التيم اللي معايا. انت كمان صورتي خطوبه ليلى احمد زاهر والمنتج هشام جمال، وكان الموضوع في الاول يعني زي ما يقولوا سر في الاول ما لحد ما اعلنوا عنه، كان الموقف ده تعاملتي معاه ازاي وازاي عرفتي تحافظي على الماتيريال بتاعتك اطول وقت؟ لا هي الماتيريال بتاعت ليلى وهشام هو يعني هم اول ما طلعوا على طول، هم طلعوا على ان هم الكابل خلاص هم اتخطبوا على طول، ما كانش فيه اي بريبيرنج قبلها. عرفناها ازاي؟ دي كانت من الميك اب ارتست ومن الناس اللي هم احنا في كذا النهارده بيتكلموا مع الناس اللي هو احنا يعني الودان ده فيل بس، لكن كان بابليك لا ما كانش فيه اي حد عارف. اوكي طب وايه التفاصيل اللي كنت صورتيها ومش هتنسيها في الخطوبه؟ لا في حاجات كتيره، هو الموضوع كان يعني الفاميلي مومنتس كانت اكتر، هي الحاجات الفاميلي مومنتس والفرحه اللي كانت موجوده وسطهم يعني الصراحه دي كانت اكتر حاجه. بره بقى الافراح ايه الايفنتس الثانيه اللي بتحبي تصوريها وايه الحاجات اللي انت كده عندك ميموريز مش بتنسيها خالص؟ لا في حاجات كتير، في كقصدك ان هو مثلا في ايفنتس او كده غير الافراح، لو ايفنت حتى لو في فرح بس اكيد في حاجات ميموريز مش مش هو الميموريز تبقى فيدباك العريس والعروسه اول ما بخلص، فيدباك الفنان لما بكون بشتغل مع حد بره الفرح مثلا كمغني او كده بصور له حاجات بره الفرح سواء في حفله ليه او في كواليس تحضير لحاجه معينه هو بيعملها، الفيدباك الاول ما بوري له الماتيريال اللي انا مصوراها او الاكسكيوشن اللي طلع منها دي عندي ما بنساش اي كلمه او اي حرف بيتقال، سواء تعليق اتقال على الحاجه اللي انا مصوراها او سواء انه التعليق فعلا انه لا تحفه الامبريشن اللي طلع ان اي حاجه تحفه، ما بنساش اي كلمه ما بنساش اي نصيحه حد قالها لي، ف ببقى مبسوطه جدا. دي بتبقى من اسعد لحظات حياتي ان فعلا الشغل والمجهود اللي طول اليوم ان احنا تصويرنا اقل فتره بنصور فيها 12 ساعه واقفين بنصور ما بنوقفش ريكوردنج 12 ساعه، فبعد ال 12 ساعه دول الجملتين اللي بيتقالوا في الكام دقيقه اللي في اخر اليوم دول بيهونوا علينا بجد كل حاجه، دي ما بتتنسيش. طيب عايزه اعرف بقى بره الافراح ايه اكتر ايفنت صورتيه كان فيه تفاصيل مختلفه حسيتي ان هو كان ممكن يبقى صعب شويه؟ كان مهرجان العالمين السنة اللي فاتت، كنت نازلة أصور الحفلة من ضمن الحفلات بتاعتهم، كانت الحفلة بتاعت راغب علامة ونانسي عجرم، دي كانت من أحلى الفوتوجز اللي طلعت بيها في حياتي، أنا لحد النهاردة مبروزاهم تقريبا في البيت عندي، ما اتمسحتش يعني، أنا في العادي بخلص الماتيريال اللي بصورها وبسلمها وبروح شايلاها من اللابتوب من عندي او من الموبايل يعني بحفظهم على هارد ديسك لوحده. اوكي. عندي على التليفون لحد النهارده سايباه مش قادره ان انا اتخطى مساحهم لان كان فيهم ديتيلز حلوه قوي 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 مع طبعا اسمين كبار كراغب علامه ونانسي عجرم، كانت حلوه قوي.
فدي من اكتر الحاجات اللي مبسوطه بيها. يعني يعني ايه الديتيلز دي؟ ايه الحاجات اللي انت لسه فاكراها؟ الديتيلز ان احنا واقفين طبعا الستيج قدامهم دايركت، احنا شايفينهم هم قدامنا. وقت لما مثلا بيحصل الفاير ورك لما بيضرب، او خلاص بقى الكلوجر بتاع الحفله او الاوبننج، الحاجات دي كلها تفاصيلها ان هي تطلع بالشكل المظبوط، ما يبقاش فيه غلطه. طبعا انت لايف، فاللقطه لو راحت فخلاص هي راحت، مش هنعرف نرجعها. وانا واقفه في انجل، غيري واقف في حته ثانيه خالص، فهي من عندي انا بس. فلا الحمد لله ان ربنا بيوفقني ان انا بعرف اخد فوتجز حلوه قوي قوي، سواء الحفلات دي او ايفنتس ثانيه غيرها. يعني انت من شويه قلتي ان وانت زمان بتتفرجي على الحاجات بتاعتك القديمه، بتشوفي دلوقتي عملتي ايه ودلوقتي وصلتي لايه والتطور اللي انت اتطورتيه، وتبقي عايزه ترجعي حتى للقديم علشان تطوري فيه. طيب انت طورتي من نفسك ازاي؟ اشتغلتي على نفسك ازاي الفتره دي علشان توصلي للحته اللي انت راضيه عنها دلوقتي؟ طورت من نفسي في ان انا كبرت التيم بتاعي، دي اول حاجه، لانه من الاول كنت شغاله لوحدي، بعمل كل حاجه لوحدي، ان انا بصور وبعمل مونتاج وببوست الماتيريال دي كلها، كان كل ده لوحدي. فلما كبرت التيم بقى ده اداني وقت اكتر ومساحه اكتر ان انا افكر هكبر من الاساس بتاعي ازاي. ان شاء الله ان شاء الله هتبقى شركه كبيره، مش ان هي مجرد ان هو اكاونت او حاجه بسيطه بتعمل دوكيومنتنج لافراح، لا هستغل دراستي في الحته دي كمان، انه انا هخليها شركه سوشيال ميديا كفرنج فور اول ذا اوكيجنز، يعني سواء بقى ايفنت، سواء فرح، سواء كل حاجه. كل حاجه هتبقى ان شاء الله دي الستاب اللي جايه، يعني ان هي هتبقى شركه ان شاء الله كبيرة. ان شاء الله. بما انك بتدخلي جوه كواليس الافراح وكواليس ايفنت، اكيد في مواقف كوميديه مش بتنسيها خالص ما فيش اكتر منها من غير ما نقول اسماء اي حد. لا. انا عايزه اسمع كده منك المواقف اللي عدت عليك. لا هي بتبقى المواقف اللذيذه اللي فيها ان مثلا لما بتبقى العروسه بتتعامل معانا ان احنا صحابها، مش ان احنا ناس جايين نعمل تاسك ومروحين، فبيبقى الفايبس لذيذ، والفوتوغرافرز والفيديوغرافرز اللي معانا بنعرف نضحك العروسه وبنعرف نطلع منها احسن حاجه، ودي كلها بتبقى حاجات لذيذه قوي. مش قادره اقول لك مواقف بعينها، بس هي بتبقى الروح الحلوه اللي في اليوم هي دي اللي بجد بتخلي كل حاجه يبقى ليها ذكرى حلوه. العروسه بتبقى مبسوطه، احنا بنبقى مبسوطين. لا مواقف كتيره قوي، يعني مش قادره اذكر لك حاجه فعلا بينا، بس هي مواقف كلها احلى من بعض الحمد لله. قابلتي بقى صعوبات ان انت بنوته وبتشتغلي الشغل فيها حركه كتير وبتبقي في فرح وبتبقى زحمه وكده، كان في اي مشاكل بتتعرضي لها؟ هي دي حياتي دلوقتي، ان انا في الزحمه حياتي كلها حاليا ان انا في الزحمه. يعني ما طبعا الناس مش بتبقى فاهمه، وفي الجاستس اللي موجودين في ناس لسه ما عندهاش فكره انه في ميديا كفرج، فما بيبقوش عارفين يعني انت يعني واحده واقفه ماسكه موبايل بدي جي اي كده وبتصوري تخري، انا عايزه اقف. فقالها طب ما انا بعمل ده شغلي. لا ده شغلي. تقولي مش مشكلتي تخري، فطب اعمل ايه؟ فهي دي بتبقى من اكثر المواقف الصعبه. ساعات يبقى في مثلا بفرح بيكون زحمه جدا جدا، وفي لقطات معينه احنا المفروض نصورها، طب ما احنا مش عارفين نصورها من الزحمه، كمان انا بنت فمش هعرف اقف وسط الناس دي، بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطلع احسن حاجه ممكنه بالابيليتيز اللي عندنا. ما انا بنت مش هخش اقف وسط الرجاله واقف اصور، لا عادي ممكن اقف من الناحيه الثانيه، مش هتطلع احسن بس هتطلع، يعني هيبقى عندك الدوكيومنتنج بتاعها. حتى برضه احنا بنات فبنقف بجد اكتر من 12 ساعه على رجلينا، الموضوع بيبقى ده صعوبه كبيره قوي، بس الحمد لله الحمد لله ربنا بيقدرنا نعملها ونطلع بفيدباك حلو في الاخر. بس يعتبر دي من اكتر الحاجات الصعبه. يعني سلمى انت نورتينا، وانت شطوره جدا، وان شاء الله دايما كده اسمك يبقى اسم كبير جدا في الشغل اللي انت بتعمليه والمحتوى اللي انت بتقدميه. ثانك يو سو ماتش، نورتينا. ميرسي لذوقك جدا، شكرا. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا، وضيفتنا اللي منورانا دلوقتي في استوديو عيش سعيد بتعمل محتوى مختلف، هو محتوى تعليمي في الأساس لكن هو مختلف شوية. ضيفتنا بتعمل فيديوهات على المسرحيات اللي موجودة في تراثنا المصري وبترجمها للغة الألمانية بشكل تعليمي مبسط ولذيذ، وفكرة صراحة لذيذة قوي. منورانا في استوديو عيش سعيد النهاردة منى زهيري. ازيك يا منى؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيكي، شكرا جدا منورك.
عايزة أتعرف عليكي في الأول، أنت خريجة إيه؟ والألماني ده كان دراستك في المدرسة ولا ده دراستك في الجامعة بس، ولا حبيتي اللغة فتعلمتيها؟ أنا خريجة كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الألمانية، ما درستش ألماني في المدرسة خالص، كانت بداية دراستي في الجامعة. وحبيت الألماني جدا فدرسته في الجامعة وتخصصت فيه، وابتديت بقى أن أنا أعمل محتوى باللغة الألمانية من خلال ان انا اعلم اللغه الالمانيه، وكمان ان انا انقل التراث الثقافي والفني لمصر باللغه الالمانيه. بداتي بقى الفيديوهات بتاعتك دي من امتى؟ بداتها انا اصلا من 3 سنين بقدم محتوى تعليمي، ولكن الفيديوهات بتاعت المسرحيات وان انا انقل التراث الثقافي والفني المصري بداتها من حوالي شهر، ولكن لقيت تفاعل كبير جدا لدرجه ان الالمان نفسهم قعدوا يقولوا لي هو فين بقيه المسرحيه، يعني حبوا الفكره قوي. طب من البدايه انت لما كنت بتعملي فيديوهات تعليميه للغه الالمانيه بس، كانت الناس متفاعله معاكي وحاسه ان هم بيستفيدوا وبيتعلموا؟ ايوه، انا كنت بعمل فيديوهات كمان مش بشكل تقليدي، انا كنت بحاول انا امثل لان بمثل مواقف حياتيه، خاصه ان في الكورسات او في عموما في تعلم اللغه مش بيبقى فيه اللي هو مواقف حياتيه بنعيشها، فانا قررت ان انا اقدم محتوى بشكل تعليمي من خلال ان انا اعمل مواقف ترفيهيه تمثيليه، وانا بحب التمثيل جدا الصراحه. طيب عايزه اعرف انت في البدايه كده بتحبي ان انت تعملي فيديوهات تعليميه بس، ولا حابه ان انت تدرسي؟ يعني جربتي تخوضي تجربه ان انت تدرسي طلاب؟ ايوه جربت ونزلت في كورسات ومراكز، وبحب انا التدريس، يعني ده شغفي الكبير، ولكن برضو اكيد يعني برضو السوشيال ميديا ده جانب بساعد فيه الناس اللي هي ما مثلا مش قادره تاخد كورسات، بقدم محتوى تعليمي وفي نفس الوقت برضو بقدم محتوى بنقل فيه من خلال التراث الثقافي المصري وبنقل فيه الثقافه المصريه. بصي دايما كده اي لغه غريبه عن سمعنا او ان احنا مش متداوله عندنا بتبقى صعب قوي ان احنا نتعلمها، والموضوع بيبقى مش بالسهوله دي زي ما الناس فاكره. فبتعملي ايه في فيديوهاتك عشان تجذبي الناس ان هم يتعلموا اللغه الالمانيه وتسهلي عليهم الدنيا ازاي؟ بالظبط زي ما قلت، اللغه الالمانيه اصلا طبيعتها ان هي حاده جدا، يعني تعتبر يعني لغه صارمه قوي، يعني هو ما فيهاش تفاعل قوي، فانا بحاول في فيديوهاتي دايما ان انا اعمل فيها صوت حيوي اللي هو ايه، يعني يبقى فيه مشاعر، ابين ان هو حاجه اسمها ريتموس يعني النغمات الصوتيه، فالنغمات الصوتيه دي بظهرها ان انا من خلال ان انا ادخل فيها الثقافه المصريه او اللهجه المصريه باللهجه الالمانيه، يعني من خلال ان انا اعمل الثقافه المصريه في نفس الوقت بالالماني. طب مثلا لو حابين ان احنا دلوقتي كده تقولي لنا ان انت معانا النهارده في برنامج عيش سعيد على قناه اي تي سي، وهنتكلم عن اللغه الالمانيه وقد ايه هي سهله وبسيطه وان احنا ممكن نتعلمها كلنا بسهوله، يلا قولي لنا بقى بالالماني. بالالماني اوكي. ايش بين هويتا ان دير زندونج فون عيش سعيد؟ also احنا عاده بنترجم البرنامج زي ما هو. اوكي. او ممكن نقول ايش بين ان دير زندونج فون ليبا جلوكليش und wir sprechen heute über die deutsche Sprache. الله الله الله. طب عيش سعيد بس كده لوحدها بالالماني؟ Lebe glücklich. الله، خلاص احنا كده يعني ايه يعني ولا كاننا سمعنا حاجه انا مش هنعرف نقولها وراكي، انا دلوقتي مش هعرف اقولها خالص، وحتى اتحدى اي حد في الكنترول مفيش اللي انت قلتيه ده. فخلينا ننتقل بقى لمرحله تانية اللي هي المسرحيات، انت بداتيها دي مش من زمان، قلتي لي من شهر بس. بالظبط. طيب تعالي نتفرج كده على حاجه سريعه ونرجع نتكلم عليها. Was ist dein Problem, Fauzia? Ich habe ein großes Problem. Hanafi und ich haben miteinander gestritten. Gestritten? Er hat mir etwas gesagt und ich habe ihm was gesagt. Dann haben wir uns beschimpft. Wie genau? Ich habe ihn Muttersöhnchen genannt. Ich habe dann den Heiratsring ins Gesicht geworfen und sagte ihm, hau ab. Du sagst es mir erst jetzt? Und du lässt mich alle Menschen zu eurer Hochzeit einladen. Sorry, Fax. Sorry. Ich habe die Torte gekauft. Ich habe doch sorry gesagt. Ich habe nach einem Standesbeamten gesucht. Sorry, Fati. Bringe ich dich auf die Palme?
Ich habe Kopfschmerzen. Sorry. Warum habt ihr euch gestritten? Ich bringe dich um. Er hat meine Hand ganz feste gedrückt, um mir beim Überqueren der Straße zu helfen. Und wo ist denn das Problem? Er meinte es nicht, Pausee. Du hättest ihn deine Hand drücken lassen sollen, Pausee. Deine Hand. ما كنتي تسيبيه مسكة يا فوزية. لو لاحظتي ان اللغة الألمانية عموما اصلا ما فيهاش ريتموس، ما فيهاش نغمة، ولكن اللي انت شفتيه دوت كان بدخل فيه اللهجة المصرية على الألماني، بحيث ان يبقى فيه تفاعل، يبقى فيه روح اللهجة الألمانية. وكمان غير كده برضو الذكاء الاصطناعي مش هيعرف ان هو يقول اللهجة بطريقة مظبوطة. طب الأداء الأداء عملتيه ازاي؟ بالظبط هو ده الأداء، الأداء هو ده صوتي اصلا، لأن الذكاء الاصطناعي هيقولها، هو آلة عبارة عن آلة، فأكيد مش هيبقى فيه مشاعر. فأنا ده صوتي، وبعدين بعمل بحول صوتي دوت، هو كله نبرتي ولهجتي كل حاجة، وبعدين بحوله لصوت مثلا رجل. طب تعالي بقى نبدأ من الأول خالص. أنت دلوقتي في مشهد من مسرحية معينة عجبك، بترجميه إزاي؟ بتمشي الخطوات إزاي بتاعتها؟ أول خطوة بسجل صوتي الأول، بتفرغي الكلام كله، بتكتبيه في نوت مثلا. بالضبط. وكمان غير كده برضو بترجم الفيديو اللي هو المصري، يعني بترجمه للألماني، لأن برضو طبعا الذكاء الاصطناعي هيترجم ترجمة حرفية. فأنا بحاول أنقل اللي فيه زي ما هو. فبترجم أول حاجة، وبعدين بدخل صوتي، بسجل صوتي في موبايل مثلا، وبعدين بعد ما بسجل الصوت بدخله على الذكاء الاصطناعي، وبيحوله بقى لصوت رجل او صوت، ممكن بغير كمان صوتي برضو الانثى برضو اخليه زي ما هو، بس واحده تانية هي تتكلم. طب بتختاري المشاهد بناء على ايه؟ يعني ايه المشاهد اللي انت دلوقتي عملتي اكتر من مسرحيه، بس اختيارك ليها بيبقى في البدايه بناء على ايه؟ بناء على ان هي ذكرى خالده في قلوب المصريين عموما، المقاطع اللي احنا شفناها دي عمرنا ما هننساها. فانا بحاول احيي الذكرى دي، وكمان غير كده برضو الابناء الجاليات اللي عايشين في المانيا، اللي هم المصريين اللي عايشين في المانيا، ممكن ما يكونش عندهم فكره عن المسرحيات دي، او ما بيتعاملوش مع عموما اللهجه المصريه او الثقافه المصريه. فعشان كده انا حاولت ان انا اعيد احياء ذكرى المسرحيات دي. انت فعلا بتختاري حاجات حلوه قوي. خلينا نروح نشوف مشهد تاني من المسرحيه التانيه. Ich möchte erfolgreich sein, aber wie? Hör auf damit zu spielen. Konzentrier dich aufs Lernen. Denkst du, ich habe es nicht versucht? Ich schwöre, ich habe es vielmals versucht. Aber ich habe es nicht geschafft. Jedes Mal, wenn ich eine Seite im Buch aufschlage, finde ich plötzlich eine Serie im Fernseher. Dann blättere ich um und finde ich plötzlich ein Fußballspiel. Ich schließe die Tür meines Zimmers und sage, ich suche Zuflucht in Allah vor dem Teufel. Dann höre ich plötzlich den Sänger Abdel Halim Hafez, der mir die alten Wunde wieder aufreißt und sagt mir, dein Weg ist dornig, dornig. عايزة أعرف بقى ردود أفعال الناس على السوشيال ميديا بعد ما شافت المسرحيات دي، كانوا بيقولوا لك إيه الكومنتس اللي كنت بتشوفيها وكانت بتفرحك، ودايما كده بيبقى فيه تفاعل على الفيديوهات بتاعتك، لأن كمان الفيوز بتاعتها يعني أرقام ما شاء الله حلوة قوي. مظبوط الحمد لله. هو اول حاجه ان هم ما كانوش متخيلين الممثلين دول يتكلموا بالالماني، يعني كانت بالنسبه لهم دي مفاجاه. دي اول حاجه. وتاني حاجه برضو الالمان نفسهم، وكمان خلي بالك ان المانيا ما فيهاش بس المان، لا ده فيها روسيين، اوكران، عموما هي اكبر دوله سكانا في اوروبا. فعشان كده لقيت اسبانيين بيعلقوا لي المسرحيه اسمها ايه، المانيين، روسيين، يعني انا اتفاجئت ان هو كل الجنسيات بتعلق لي عن المسرحيه وعايزين يشوفوا العمل ده كله بالالماني، بس انا بترجم مقاطع صغيره وهم بقى عايزين اترجم المسرحيه كلها. انت كنت متوقعه النجاح ده؟ الصراحه لا مش قوي، يعني ما كنتش متوقعه ان هو المسرحيه تبقى كبيره قوي كده، لان انا هدفي اصلا تعليمي. فانا يعني كنت متوقعه ان هي تضرب وتجيب فيوز كتيره قوي، بس ما كنتش متوقعه ان الالمان تعجبهم، يعني انا كنت بستهدف عموما اللاجئين واللي هم ابناء الجاليات. طب انت كنت متوقعه النجاح ده للمقاطع اللي انت كنت بتحطيها على السوشيال ميديا من المسرحيات، وكمان ده فادك ولا لا في الاساس بتاعك ان انت بتعملي محتوى تعليمي؟ ايوه طبعا متوقعه كده طبعا، لان هم المسرحيات زي ما قلت لك ان هي ذكرى خالده، فكنت عارفه ان هي هتنجح، لان هم هيفتكروا الحاجات دي وكمان هيورثوها للاجيال، بحيث ان هي المسرحيات دي ما تتنحيش خالص من ذكرتنا.
طب مين اللي بتشوفيه اصعب بالنسبه لك، المحتوى التعليمي ولا المسرحيات اللي انت بتعمليها والامتع برضو؟ انا عايز اعرف هو صعب وممتع ولا بس شايفه ده صعب فهتجه للتعليمي اكتر ولا هتكملي في ده اكتر؟ انا بحب انوع في محتواي ان هو شويه يبقى تعليمي وشويه يبقى ممتع كده يعني. اللي انا شايفاه صعب اكيد هو المحتوى ده، لان انا بقوم بعده خطوات مش خطوه واحده. لكن المحتوى التعليمي ممكن اصور فيديو انا اللي اصوره وبعدين امنتجه، لكن ده بيحتاج لا مونتاج وادخل صوت وحاجات كتيره جدا. بس طبعا ده ما بيمنعنيش ان انا اتوقف عن تقديمه، لان هو ناجح وده بيشجع ان انا اظهر صوره البلد بصوره كويسه. يعني هو كده ده الاصعب بالنسبه لي طبعا. طيب عايزه اعرف ايه اكتر فيديو من الفيديوهات دي عمل تفاعل كبير، بس المسرحيات والاعمال الفنيه؟ مظبوط، فيديو يعني الحقيقه والسراب فيفي عبد. طبعا فيفي عبد يعني فنانه عالميه يعني طبعاً. معروفه طبعا العالم كله عارفها طبعا، وهي محبوبه وليها جمل طبعا محبوبه. طب انت بيجي لك مسج على الدي ام مثلا يقولوا لك احنا عايزين المشهد الفلاني اعملي لنا مسرحيه معينه؟ مظبوط، في ناس بتقول لي مثلا اعملي مسرحيه للزعيم عادل امام، وانا فعلا عملت للزعيم عادل امام في اخر اعمالي، نزلت عن مسرحيه مترجمه مدبلجه باللغه الالمانيه للزعيم عادل امام، وهو بيقول اعيط لو انت عارفاها. طب تعالي نشوفه ده المشهد ده، تعالي نشوفه مع بعض. اوكي. Bist du nie ins Kino gegangen? Einmal bin ich ins Kino gegangen und habe diesen neuesten Film gesehen. Welchen Film? Er heißt Ich bin ein Waisenkind und ich habe geweint. Immer wenn ich dieses Waisenkind gesehen habe, weinte ich. Und die Zuschauer sagten mir, weine nicht, aber ich weinte immer noch. Und alle Menschen sagten mir, es reicht schon, wir können den Film deinetwegen nicht sehen. Dann habe ich wieder geweint. Der Kinobesitzer kam und alle Angestellten kamen, um mich zu beruhigen. Dennoch weinte ich immer noch. Alle Menschen kamen. Und ich habe geweint. Sie dachten, dass ich wegen des Films weinte. Warum hast du denn geweint? Weil der Schutz so eng war. Er drückte. Und ich war schüchtern, es ihnen zu sagen. Mein Geburtstag ist am Samstag. Komm mich besuchen. Mein herzliches Beileid. Alles Gute zum Geburtstag. وانا عيط. انت عاملاها باداء فعلا تمثيلي يعني انا مش فاهمه اللغه لان مش متعودين عليها، بس انا يعني الطريقه اللي انت عملتيها بيها بالظبط زي ما الفنان الزعيم طبعا عادل امام كان بيقولها في المسرحيه. وانا عيط شعب جيباين تاني كده معلش، وانا عيط شعب جيباين. ايوه هو ده بالظبط. طيب عايزه اعرف، احنا دايما متعودين نتفرج على حاجات مدبلجه سواء من الكوري من تركي هندي، بنسمعها باللغه العربيه، ده بالنسبه لنا غريب شويه صح؟ طبعا هو انا لاحظت ان هو الاعمال الغرب دايما بيتم دبلجتها، لكن مش معنى الاعمال المصريه، فانا حاولت ان انا اغير الفكره شويه ان انا ادبلج الاعمال المصريه الراقيه اللي هي ممكن تمثل بلدنا، وان انا انقل الثقافه بتاعه مصر لالمانيا، خاصه ان المانيا زي ما قلت لك ان فيها جنسيات كتيره جدا. اول عمل فني بدات بيه كان ايه؟ كان عن فيفي عبد برضه. هو الحقيقه والسراب. يعني فيفي عبد مسيطره عليكي يا جامد. طيب عايزه اعرف انت ناويه تعملي ايه تاني؟ يعني هتكملي فيديوهات تعليميه ولا هتكملي في ده، ولا انت حابه تعملي حاجه مختلفه، تعملي بيج مختلفه للقصه بتاعت الافلام، وممكن تعملي فيلم كامل على بعضه او مسرحيه كامله على بعضها، ولا ده هيبقى مرهق بالنسبه لك؟ هو مش حوار مرهق كمان، لان اكيد هيبقى في حقوق ملكيه للفيلم، فما ينفعش ان انا ادبلش فيلم وانزله طبعا. فانا بختار مقاطع صغيره علشان برضو مش هدف بس ان انا اظهر فيها صوره البلد وكده وان انا انقل الثقافه، لا ده انا كمان بعلم اللغه الالمانيه، خاصه ان انت لاحظتي السبتايتل بيبقى عربي مكتوب بالالماني كمان. مظبوط، في ناس كتير اصلا بتتعلم لغات كتير حتى الاسهلهم الانجليزيه بسبب السبتايتلز اللي مكتوبه عشان يعرفوا يقروا ويجمعوا الصوت مع الكلام فيعرفوا لغه اكتر. فبرافو عليكي. انت كمان عملتي المتزوجون وطبعا كانت خطيره، تعالي نشوفها برضو. تمام. Ich habe sie mit mir nach Hause genommen und ich habe ihr ein Haus gebaut.
Dann habe ich sie täglich mit meiner Hand gefüttert. Wen fütterst du? Die Kakerlake. Die Kakerlake? Du fütterst die Kakerlake? Möge Gott dich belohnen. Danke. Sie fühlt sich einsam. Die Kakerlake? Ja, deswegen habe ich ihr eine weibliche Kakerlake gebracht. Du hast sie miteinander verheiratet. Ja. Ich wäre eine Kakerlake gewesen. منا عايزة أعرف إيه اللي بتجهزيه بقى الفترة الجاية؟ الفترة اللي جاية إن شاء الله ناوية إن أنا أتواصل بمحتوى أكتر، إن أنا أعمل أفكار جديدة، وكمان أنا بطمح جداً إن أنا أتواصل مع وزارة الثقافة وكمان نقابة الفنيين، وكمان إن أنا أعمل أقدم أفكاري إن أنا من خلال إن أنا أدبلج الأعمال المصرية وأنقلها للخارج لألمانيا. فكرة حلوة قوي، وإن شاء الله توصل لكل الناس، ودايماً تترجمي كده الأعمال الفنية المصرية الجميلة اللي احنا بنفتخر بيها دي. شكراً ليكي يا منة، انتي نورتينا النهاردة. شكراً جداً ليكي. شكراً. نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا في حلقتنا النهاردة من عيش سعيد. نشوفكم في حلقات تانية كتير. باي باي.